مرحبا بكم مشاهدينا مرة أخرى. مشاهدينا، أول فقرة لليوم راح نتكلم عن الصداع، واللي هي ظاهرة نعاني منها جميعا في حياتنا بمختلف أعمارنا، وبالرغم من اختلاف الأعراض فإن الصداع من الأمراض المزعجة والتي تصيبنا بشكل متكرر. تفاصيل أكثر مع ضيفنا الدكتور توفيق السعدي، استشاري أمراض عصبية. ولكن مشاهدينا، قبل ما نستهل حوارنا مع ضيفنا نروح نشوف هالتقرير. ألم ناتج من الرأس يمكن أن يكون ثابت أو متحرك، وقد يزداد سوءاً مع مرور الوقت، ويمكن كذلك أن يتوقف. وبالنسبة إلى البعض فإن الصداع هو إزعاج عابر ومن السهل علاجه، أما البعض الآخر فيعتبر الصداع هو آفة لا يمكن التخلص منها. لكن هناك شيء واحد أكيد، وهو أنه عند الإصابة بالصداع لا يمكنك التفكير في أي شيء. يمكن أن يؤثر الصداع على أي شخص بغض النظر عن العمر أو الجنس، وقد يكون علامة عن الإجهاد أو الضغوطات النفسية والعصبية، وفي بعض الأحيان ينتج عن اضطراب طبي. ويختلف الصداع بشكل كبير من حيث الموقع وشدة الآلام، وقد أشارت جمعية الصداع الدولية إلى أنه يوجد أكثر من 150 نوع من الصداع، لكن هناك ثلاثة أنواع رئيسية، منها الصداع التوتري والصداع النصفي والصداع العنقودي، ولكل منها أعراضه الخاصة. للحديث أكثر طبعا مشاهدين عن هذا الموضوع، يسعدنا نستضيف اليوم الدكتور وليد السعدي. توفيق السعدي. توفيق السعدي عفوا، مستشار أو استشاري أمراض عصبية. كيف الحال دكتور؟ أهلا وسهلا. مرحبا بك معنا في استوديو المسيان. أهلا وسهلا دكتور. من منا لم يصب مثلا بالصداع أو بالصداع النصفي وغيره؟ اليوم خلنا نتكلم عن أعراض الصداع النصفي وما الفرق بينه وبين الصداع العادي. هلا بداية، في نوعين من أنواع الصداع بصورة عامة. في شيء مسمين احنا الصداع البدائي، يعني بيكون الفحص الدماغي وفحص العصبي طبيعي. وفي نوع ثاني من الصداع احنا بنسميه الصداع الثانوي، اللي هو بيكون ناتج عن امراض دماغيه لا سمح الله، او اورام دماغيه، او التهابات اوعيه، او مشاكل اخرى ممكن تؤدي لحدوث الصداع. الصداع بصوره عامه من الامراض الشائعه جدا، يمكن 80% من عامه الناس ممكن يعانوا من الصداع بفتره من فترات حياتهم. لكن إذا بنحكي عن الصداع البدائي اللي سميناه بالبداية، هو صداع اللي المريض بيكون فحصه العصبي طبيعي، ما عنده غير مشكلة واحدة هي الصداع المزمن والمتكرر. هذا بياخذ أشكال مختلفة. أهم نوع من أنواع الصداع البدائي هو الصداع التوتري، يليه من حيث الأهمية والتواتر هو الصداع الشقيقة. الشقيقة نعم، اللي هو صداع نصفي. هو صداع نصفي أو الصداع بتعبير آخر هو صداع الشقيقة. نعم. هلا صداع الشقيقة صراحة تعبير خاطئ باللغة العربية. هو ما يفضل ما نسميه صداع شقيقة. الناس بتفكر وشاع أيضا. هو هذا الشائع، لأنه الناس بتفكر الشقيقة لازم يصيب نصف من الرأس أو صداع نصفي. هذا الكلام علميا خاطئ، ولا بنحكي عنه بالتفصيل بعدين. طيب. 15% من الناس ممكن يعانوا من صداع الشقيقة. صداع 15%. صداع إيه؟ صداع الشقيقة أو صداع النصفي. نعم. 15% من عامة الناس ممكن يعانوا من صداع الشقيقة. نعم. فهو صداع شائع جدا، لكن الأهمية الصداع هذا أنه بكثير من الحالات المرضى ما بتتشخص صح، أو بتتشخص بشكل متأخر جدا. السبب لأنه على مستوى الطبيب المعالج ما عرف يميز بين الصداع التوتري أو أشكال أخرى من الصداع وبين صداع الشقيقة. لذلك كثير من المرضى الصداع الشقيقة اللي يراجعونا بالعيادات بيكون رحل أطباء الأنف والأذن والحنجرة بحجة أنه عنده صداع جيوب، أو بيكون شاف مشاكل أسنان بيقول أنه والله صداع سببه مشاكل سنية أو مشاكل عينية. بعدين لسنوات وسنوات من المعاناة بيطلع معنا أنه هو عنده صداع شقيقة. للأسف ما تعالج بالوقت الصح وبالزمان الصح، ولا أخذ العلاج المناسب. نعم. أعراضه دكتور طبعا. هلأ صداع الشقيقة عادة صداع بيستمر 4 ساعات أو أكثر إذا ما أخذ طبعا المريض العلاج. بثلثين الحالات ممكن يصيب نصف الرأس، لكن مثل ما قلت بثلث الحالات ممكن يكون صداع شامل. نعم. عادة بياخذ شكل صداع نابضة مثل ضربات القلب. الأهم من الحكي كله أنه عادة الصداع بيكون شديد بحيث أنه المريض ممكن ما يقدر يمارس حياته الطبيعية.
المريض اللي عنده صداع شقيقة بيقول لك أنه أنا بسيبني الصداع ما بقدر أحكي مع حدا، لازم أني أعزل بروحي، سكر الضوء، ما أحكي مع حدا، بيصير عنده لوعة شديدة يعني. نعم. فبتأثر جدا على حياة المريض سواء العائلية أو حتى الحالات المهنية. لذلك إحصائيا بيقول لك صداع الشقيقة هو من أهم أسباب اللي بتؤدي إلى العجز. العجز مو يعني عجز وظيفي، لكن عجز عن أداء المهام سواء المهام اليومية بالبيت أو المهام الوظيفية. نعم. من أهم أسباب العجز بأعمار من أعمار 18 للعمر 50 سنة هو صداع الشقيقة. نعم. طيب دكتور، هل هنالك أسباب مثلا أو محفزات تصيب مثلا أو تخلي الإنسان يصاب بالصداع؟ هلا صداع الشقيقة قد يكون سببه وراثي، إذا كثير حالات بنلاقي المرضى أكثر من فرد من العائلة عنده صداع شقيقة. نعم. لكن بكثير من الحالات ممكن ما نعرف السبب، لكن في بعض الحالات اللي بتأهب لحدوث نوبات الصداع، يعني ما هي سبب صداع الشقيقة، لكن بتزيد احتمال حدوث نوبات صداع. مثلا أهم سبب على الإطلاق هو التوتر. التوتر النفسي هو أهم سبب، مو لحدوث صداع الشقيقة لكن لحدوث نوبات صداع الشقيقة. نعم. التوتر عامل رقم واحد، لكن في أسباب تانية أيضا دكتور. الديهايدريشن، نقص السوائل، لذلك احنا بنشوف كثير بفترة رمضان بيزيد عندنا نسبة حدوث نوبات الصداع الشقيقة أو صداع الثاني، أنواع الثانية من الصداع بسبب نقص السوائل. نعم. نقص السكر. نعم. اضطراب نظام النوم، هذا من أهم الحالات اللي بتأهب لحدوث نوبات متكررة من الصداع، خاصة المرضى اللي بيشتغلوا شيفت وركر بيغيروا نظام نومهم. تغيير نظام النوم من أهم الأسباب اللي ممكن تؤدي لحدوث نوبات صداع شقيقة. عند السيدات اضطرابات الدورة الطمثية ممكن كمان تأهب من حدوث صداع الشقيقة. بما أنك دكتور، عفوا قاطعتك، ذكرت السيدات، يعني هنالك دراسة تقول بأن 80% من نسبة النساء هم يصابون بالصداع أكثر من الرجال، ما هي الأسباب دكتور؟ الرجال الرجال هي عمزح، بس هو صراحة السبب الرئيسي ربما له علاقة بالاضطرابات الهرمونية. اضطرابات هرمونية. لذلك لما نشوف مثلا بصداع الشقيقة نسبة حدوث الصداع عند السيدات تقريبا بيعادل 3 أمثال ما يحدث عند الرجال. وحتى نحن عياداتنا بنلاقي دائما نسبة السيدات اللي بيراجعونا بالعيادات بسبب صداع الشقيقة أو أنواع أخرى من الصداع أكثر بكثير من الرجال. غالبا السبب له علاقة بالاضطرابات الهرمونية. وما قلت لك سابقا أنه في صداع الشقيقة بكثير من الحالات بنلاقي أنه بتزداد نسبة حدوث نوبات الصداع حول الدورة الطمثية، أو لما يكون في اضطراب بالدورة الطمثية، أو لما المريضة تكون عم تأخذ حبوب منع حمل. ما هي من أحد الحالات اللي بتزيد من احتمال حدوث النوبات وبتزيد من شدة النوبات كمان. نعم. طيب دكتور، هل هنالك مثلا يعني أخطار على الناس الذي دائما يجيهم صداع نصفي؟ هلأ المشكلة الصداع النصفي إذا ما تعالج بشكل جيد، نعم، والمريض تم تشخيصه بوقت أبكر أو تشخص بوقت متأخر. المشكلة بهالحالات هي أنه المريض بيصير يدمن من تناول المسكنات. نعم. ساعتها بندخل بنطاق آخر ما بنحب ندخل فيه. نحن بنسميه الصداع المزمن، اللي قد يكون مرتبط بتناول المزمن والمتكرر والخاطئ للمسكنات. نعم. ونسبة كثيرة من مرضى الصداع الشقيقة وخاصة اللي ما بتعالجوا صح بيدخلوا ضمن الطور هذا اللي بنسميه الصداع المزمن والمترافق مع التناول المفرط للمسكنات. هون المشكلة كبيرة، لأنه الصداع المزمن بيعرض المريض لأخطاء وأخطار تانية. نعم. من ضمنها مثلا مشاكل أخرى على مستوى القلب والشرايين الدماغية وإلى آخره. طبعا ما هدف خوف الناس، لكن الصداع المزمن المتكرر بيزيد لا سمح الله من احتمال حدوث الجلطات الدماغية بنسبة قليلة، خاصة الناس اللي عندهم عوامل خطورة أخرى. هو مش تخويف دكتور، ولكن التوعية. هو الهدف التوعية. يعني مثلا المريض اللي عنده عوامل خطورة أخرى، يعني اللي عنده ارتفاع ضغط. نعم. عند السيدات اللي بتتناول حبوب منع حمل، أو الناس اللي عندهم صحتهم زيادة حالة السمنة المفرطة. هدول الناس أكثر خطورة من غيرهم احتمال حدوث مشاكل على مستوى الأوعية الدماغية. نعم. والجلطات الدماغية وحتى الجلطات القلبية بسبب الصداع المزمن والمتكرر. نعم. يعني في دكتور ناس يعانون من صداع مزمن مثل ما أنت ذكرت، ولكن أنا قريت في بعض الحالات قد يكون هنالك ورم في الدماغ ولكن تم تشخيص في وقت متأخر جدا. كيف يتم مثلا فحص هذه الحالات وعشان تجنب مثلا الوصول لهذه الحالة؟ هلا تشخيص صداع بصورة عامة بيعتمد بشكل أساسي على القصة المرضية.
على طبيعة الصداع، شكل الصداع، مدة الصداع، شو الأعراض المرافقة للصداع، وبيعتمد كمان على الفحص العصبي. فنحن كأطباء من جزء من الخطة العلاجية أو مراجعة المريض نعمل فحص عصبي. إذا في الفحص العصبي تبين معنا أنه في بعض العلامات توحي أنه شكل الصداع أو سبب الصداع صداع ثانوي اللي حكينا عنه سابقا أنه صداع سببه مشكلة دماغية، وهذا بشكل حوالي 10% من أسباب الصداع بيكون صداع ثانوي، ساعتها هذا يستدعي أنه نعمل فحوصات إضافية، صورة دماغية سواء سيتي سكان أو MRI، وهون بالحالة هي ممكن نكشف لا سمح الله وجود أوران دماغية. لكن عادة بمعظم الحالات نحن ما محتاجين نعمل صورة في حال إذا كان القصة وصفية تتماشى مع صداع شقيقة. هو دكتور يعني أهلنا زمان كانوا دائما يعالجون نفسهم بالصداع من الأمور المنزلية تقريبا الموجودة في المطبخ، يعني هل هالأمور تساعد؟ هلأ شوف، الطب القديم ما فينا نتجاهله، لكن أهم علاج لصداع الشقيقة هو نتجنب الأسباب اللي ممكن اللي تؤدي لحدوث نوبات الصداع. يعني ساعات النوم المنتظمة كتير بتساعد، الابتعاد عن التوتر قد ما فينا، شرب السوائل، تعرض أشعة الشمس المباشرة. هالأيام هي للأسف الشديد، بقول للأسف شديد، سنقعد أي أوقات وساعات وساعات طويلة على الموبايل وأجهزة الكمبيوتر. معروف الاستخدام المفرط للأجهزة الحوامل والكمبيوتر للمرضى اللي عندهم صداع شقيقة بتزيدنا احتمال، فبنحاول قد ما فينا to minimize، نقلل الساعات والفترات اللي نقضيها قدام الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. يعني دكتور قبل ما نختم معك، نصيحتك للناس الذي يعني دائما يكون عندهم صداع مزمن، شو الأشياء والطرق الذي يجب أن يتبعوها؟ أهم شيء يكون عم يتابعوا مع طبيب مختص بعلاج نوبات الصداع، لأن هذا أهم خطوة بالعلاج. الطبيب طبعا بيرشد المريض للخطوات العلاجية سواء من حيث تناول الأدوية المناسبة. حاليا في علاجات كتير حديثة لعلاج صداع الشقيقة بتخفف من احتمال حدوث الصداع، يعني هي ما هي مسكنات لكن هي عبارة عن طرق علاجية حديثة لمنع حدوث نوبات الصداع جدا. فهي عبارة عن علاج لصداع الشقيقة. فهلأ حاليا صار متوفر، وبتمنى المرضى يراجعوا مع طبيبهم. وشيء تاني مثل ما قلت، الابتعاد عن التوتر، ساعات نوم منتظمة، وتخفيف من استخدام الموبايل وجهاز الكمبيوتر. الله يسلم راسك دكتور، ويسلم راس المشاهدين. شكرا لك على تواجدك اليوم معنا دكتور، ويعطيك ألف عافية. أتمنى أن المشاهد يكون استفاد من المعلومات القيمة التي قدمتها لنا. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا دكتور. إذن مشاهدين، أمراض عصبية مثل ما ذكرنا مع الدكتور إن شاء الله تتجنبونها وتكونون بخير. يعني فاصل قصير ونرجع لمواصلة بقية فقرات حلقتنا لليوم.